يوم مهرس. هذا مشكلة أيام مدرسة ياخذ النور ما يدفع، لكن أيام حلوة. السلام عليكم. السلام أستاذ الناس خبر من اليمين. لكن نهار لي فكر أيام دراسة بعدها تذكرون شخبطك المكاتب هجاء. حطبك انك تمديري. الله يخلي لي الفتان بالرفاه والجميل. ما شاء الله كاني درستكم من قبل وسمعت عنكم ذكريات، بس انا مسوي اوبشن تو انا نستذكر برا. تعال تعال. مين باقي الشباب تسوي ذكريات؟ استاذ صقر ما حترى ما طلاب مدرسه. يمشي علي ذل الكلام، انا بعدني استاذك وانتو بسكم. سيبتين سمنا بتجيها سيبتها بونجويو. هاي خط كيف من تعور وش بو اسمع ساعدوني عقب. ايوه بادر طاحت كيف قص خبر ما تسي ساعدني. غبي انتي صراحة غبي، بابا كبير كذا اكتناب جيم ما جيم. وين امك انتي؟ دخل معانا جيم. لا دخل جيم امك حتى خليها تتصل فيني عقب صراحة بسيني. هاي سم موتين معتز ورا الشجرة. معتز وين ما اشوفه وين 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 ورا الشجرة. لا مو بعد من ساقر السيب بيب تكيد شنو اغراض ما حد جاي ما توتر هنا فاينل تعرف شنو داخل بعد كل ما شلت اغراض. هيثم ما اخذ راتب ولا وش هخبرك. هيثم انا طاحت تساعدني. هيثم انا اسمع صوت بنات. ها هيثم ليش انا لابس توبي؟ عيب كناك. دخل مومو. الخليج كله ما شاء الله عندهم مواسم وعندهم أشياء حلوة، يعني محافظين على السياح في بلدهم أن ما تطلع رواتبهم خارج بلدهم ما عدا عمان فقط. ما عندنا ولا موسم، ما عندنا أماكن غير الموج، قرم أماكن سياحية مثل بدية وما شابه. للأسف الشديد تمنى النظر إلى المواسم اللي عملوها مثل موسم الرياض. دبي عادة ما نتكلم فيها، دبي كل المواسم فيها ما شاء الله صيف وشتاء. يا أخي والله لو تعملون مواسم مثل المواسم اللي تصير في الخليج كان حافظت على رواتب العمانيين ما تطلع برا السلطنة، وهذا يزيد من اقتصاد البلد.